السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أم هنا من قناة كل شيء في منزلي. اليوم ثاني غنتكلموا على نوع من نوع البصليات. بصليات هذا ثاني ما يدير الورد إن شاء الله، ثاني الورد تاعو الله يبارك إن شاء الله. وغير هذا مازال ما داليش، وبغيت نوريكم بلي هذا هو النوع الثاني، ما يديرش الزريعة، نشوي على شكل بصلة ثاني هنايا ونغرسو وينوض. ومن بعد واش يدير باش أما باش اللي يبغي يكسر منه غير منها تريد تخرج هي هذه هم اللي جانا عندي واحد اخر كامل قلعتهم، غير هذه الام، هذه هي الام كاع من حال الاول اللي غرست. هذه راهي عندها حوالي 6 سنين، هذه راهي كل خطره، يعني جبت وحده برك غرستها في داري وبدات كل خطره تقيس لي وانا نلمدها. كاين بزاف وتقتوني كيفاش نديرو مشاريع مشروع، يعني باش يديرو. ومن بعد ان شاء الله عندي فيديو خصيص للمشروع باش تحلو مشكله صغيره في داركم. ان شاء الله انتظروني في الفيديو القادم باذن العلي العظيم، يعني نديرو لكم باش تبداو مبقت. وهذه هي وقت تبداو تلمدو في النباتات وتكثروا في كثرهم في الدار باش تبيعوهم ان شاء الله. منا الربع تكونوا وجدتوا وباش تبيعوا. وما تنساوش الاشتراك في قناتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ليصلكم جديد باذن الله.